وينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ محمود عبد الصبور الصحفي من محافظة البحيرة. أستاذ محمود، بعد التحية يعني أريد منك آخر حصيلة، ما الذي حدث حتى هذه اللحظة والحصيلة النهائية لعدد الوفيات وعدد المصابين؟ أستاذ محمود هل تسمعني؟ صباح اليوم. تفضل. ألو. تفضل يا أستاذ محمود. الساعة 12:30 من صباح اليوم حادث قطار طريق المناشي وحادث قطار ركاب في منطقة أبو الجاوي في كوم حمادة، وأسفر الحادث عن مسرع أكثر من 15 شخص حتى الآن، وإصابة أكثر من 40، وتم نقل المصابين لمستشفى. حصيلة من أين تلك الحصيلة أستاذ محمود؟ من كوم حمادة، وتم نقل الضحايا لمستشفى إيتاي البارود. وأعلنت محافظة البحيرة منذ قليل عن فتح جميع مستشفيات البحيرة وادي النطرون أبو المطامير وكفر الدوار دمنهور لاستقبال الحالات. ومنذ قليل وصلت المحافظ المهندسة نادي عبده محافظ البحيرة لمكان الحادث، وتم التفقد وتم الدفع بأكثر من 20 سيارة إسعاف من محافظة البحيرة فقط، وأكثر من 15 سيارة إسعاف من المحافظات المجاورة المنوفية والغربية، وجاري الآن حصر آخر الأعداد. تمام. أستاذ محمود، أنت ذكرت في الحصيلة التي تحدثت عنها أن هناك 15 متوفى وأكثر من 40 حالة إصابة. طبقا لما أعلنته وزارة الصحة هناك 10 حالات وفاة و15 آخرين مصابين. من أين أتيت بتلك الحصيلة؟ ما هو مصدرك؟ بالفعل هو وزارة الصحة تم نقل بالإسعاف أكثر من 10 حالات، ولكن هناك بعض الحالات التي لم يتم استخراجها من بين القطار لحتى الآن، وفي انتظار العربات الإسعاف القادمة من المحافظات الأخرى نقلها إلى المستشفيات، لكن وصل إلى المستشفيات 10 حالات والحالات الأخرى عند الحادث. تمام. هل المستشفيات داخل محافظة البحيرة مجهزة بما يكفي للتعامل مع تلك الحالات في بالنسبة لحالات المصابين؟ ويعني نريد أن نعلم أيضا نسبة الإصابات ما هي؟ هو الإصابات بعض من الكدمات والخدوش والكسور في المواطنين، وفيهم بعض الأطفال وبعض السيدات أيضا وبعض الشباب والرجال. وتم نقل أكثر المصابين إلى المستشفيات التي خارج البحيرة، وحاليا تم نقل المصابين في إلى مدينة دمنهور، وهي مستشفى دمنهور التعليمي مستعدة على أقصى استعداد. كما قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة أن المستشفى على أكمل استعداد لاستقبال المصابين، وأيضا مستشفى كفر الدوار استعدت استعداد كامل لاستقبال المصابين. تمام. بشكرك شكرا جزيلا. الصحفي محمود عبد الصبور كنت معنا من محافظة البحيرة.